السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الثانوي أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنحل باسكال برانسبل، هنحل أسئلة باسكال برانسبل اللي هو ليسن 6 إن شاء الله النهاردة. فطبعا هتلاقي شرح الدرس موجود في الديسكريبشن تحت، وهيظهر لك في الأي اللي بتظهر فوق على يمين أو على شمال الشاشة، وهتلاقي طبعا كل الأسئلة اللي فاتت، الدروس اللي فاتت، الفايف ليسنز اللي فاتوا موجودين في بلاي ليست شرح، وموجودين في بلاي ليست تانية اللي هي حل الأسئلة. لو في حاجة فاتتك ارجع لها تاني، ويلا بينا نخش في حل الأسئلة على طول. يلا بينا. اهلا بيكو مره تانية. في البدايه ما تنساش بقى افكرك بكل مره، لو انت مش مشترك اشترك معانا، لو عندك سؤال اكتبه في الكومنتس، لو ما تنساش تحط لنا اللايك الجميل والشير الجميل، ويلا بينا نخش في أول سؤال. أول سؤال بيقول لي يا شباب، بيقول لي on which of the following materials Pascal rule applicable if the materials fills closed system. طبعا كلمة يا شباب الماتيريالز اللي بيعتمد عليها باسكال، هو بيعتمد على مين يا شباب؟ بيعتمد على حاجة ليكويد. فأولا الهيدروجين ده جاز، الأيرون فاينينجز ده سوليد، الساند ده سوليد، فأكيد هيبقى مين؟ الميركري، لأن الميركري هنا يا شباب، الميركري هنا اللي هو مين؟ اللي هو الليكويد اللي معانا. طيب هنا الهيدروليك بريس ذات ورك اكوردنج تو ذا باسكال برنسبل ار يوزد فور امبليفاينج يا شباب. احنا قلنا في شرح الدرس اللي هو نوت امبليفاي للورك، انما هو امبليفاي لمين يا شباب؟ امبليفاي للفورس. كويستشن 3 بيقول لي اف ذا ايديال هيدروليك بريس، كلمه ايديال هيدروليك بريس اللي هو الهيدروليك بريس اللي هو كفاءته بتكون 100% اللي هي الافشنسي بتاعته. قال لي اف ذا ريشيو بتوين ذا راديال، الريشيو بتوين ذا radial of the two piston is 8/3. And the ratio between the work done due to the motions of the big pistons to that of the small piston. قلنا يا شباب في الحالة لو أنا الـ ideal hydraulic press، يبقى في الحالة دي الـ work اللي بيحصل عند الـ small piston هو نفس الـ work اللي بيحصل عند الـ large piston. فالـ work هنا هيبقى equal الـ work هنا، الاثنين هيبقوا زي بعض، يبقى الـ ratio بينهم هيبقى equal إيه يا شباب؟ الـ ratio بينهم هيبقى equal إيه؟ هيبقى equal 1. ال question اللي بعده question 4. question 4 بيقول لي بقى يا جماعه، بيقول لي in the hydraulic press L is the ratio between the force produced at the big pistons to that exerted in the small piston. L when the two pistons balance on one horizontal A level is. اولا يا شباب احنا عندنا ال F over ال F، في الحاله دي هتبقى ايكوال ال A over ال A. اولا الاي الكبيره اكبر من الاي الصغير، او الاي كابيتال اكبر من الاي سمول، فبالتالي الريشو بين الفورس والفورس على طول دائما هتبقى اكبر منين؟ اكبر من 1. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ جريتر ذان 1. نيجي للكويشن اللي بعده، قال لي وين ذا اكزيرتنج فورس ان ذا سمول بيستونز اوف ذا بالانسد هيدروليك بريس. يبقى احنا هنعمل ايه يا شباب؟ قال لي هنعمل فورس على السمول بيستون اللي هي الاف الصغيره. قال لي هيدروليك بريس، قال لي ذا ريشيو بتوين ذا ديسبيسمنت اوف ذا سمول بيستونز، الريشيو بتوين الديسبيسمنت اوف ذا سمول بيستونز تو ذات اوف ذا بيج اي بيستون. يبقى هو عايز الواي الصغيره اللي هي واي 1 اوفر الواي كابيتال اللي هي واي 2. في الحاله دي هيبقى الاف كابيتال اوفر الاف سمول، والفورس دي اكبر من الفورس دي، يبقى الريشيو دي هتبقى على طول طبعا ايه؟ جريتر ذان 1. جريتر ذان ايه يا شباب؟ جريتر ذان 1. طيب نيجي للي بعده، قال لي an ideal hydraulic press has two pistons of the cross section area اللي هي A و2A. يبقى هنا كده اللي هو 2A وهنا كده يا جماعة اللي هي A. طيب في الحالة دي قال لي in the opposite figure if the mass is on the small piston، هو عايز الماس اللي هي عند ال small piston is MY and the mass and that on the big pistons is MX. اولا يا شباب البيستونز ده نزل لتحت والبيستون ده طالع لفوق، يبقى معنى كده ان دي اكبر من دي، ف MX هتبقى اكبر من MY. هنا MX اكبر من MY فده كده ما تنفعش، وده كده ما تنفعش، وده كده برضو كذلك ما تنفعش. ماشي، هتبقى لي مين؟ هتبقى لي دي اللي هي mx is greater than 2my. طبعا عن طريق الاستبعاد احنا جبناها. طبعا لو عايزين نثبتها انا هاخد بوينت هنا كده وبوينت هنا كده، البوينت ده هسميها 1 والبوينت ده هسميها مثلا 2، واقول البريشر ات 1 ايكوال البريشر ات 2. طب البريشر ات 1 مين يا شباب؟ اللي هو الفورس اوفر الاريا، والفورس اللي هو ماس جرافيتي اوفر
الاريا اللي هي 2A. تمام كده يا جماعه؟ وهنا البريشر هنا هيبقى الفورس اوفر الاريا اللي هي الفورس اوفر اللي هي ام. طبعا ده ام واي وده ام ايه، ده ام اكس وده ام واي في جي اوفر مين يا شباب؟ اوفر الاريا طبعا بلس البريشر بتاع الليكويد اللي هو رو في جي في الاتش. طبعا انا ممكن بقى اخلص من ال 2a ده، فهعمل هنا تايمز 2a واعمل تايمز هنا 2a، هدخل 2a هنا وال 2a هنا، ماشي يا شباب؟ وهاخد الجي مع الجي مع الجي كومن فاكتور اطيرهم مع بعض، هيتبقى لي هنا يا جماعه الام اكس، وهنا كده هيتبقى لي 2m واي، وهنا هيتبقى لي 2 رو في الجي، لا الجي خلاص راحت في الاتش في الاي. تمام كده يا شباب؟ طبعا الام اكس هي بتعادل 2m واي بس بلس مين؟ بلس رو 2 رو اتش اي. يبقى معنى كده ان ام اكس اكبر من 2m واي بمعدل كام؟ 2 رو اتش اي. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا، يبقى احنا جبناها عن طريق الاستبعاد وجبناها عن طريق مين؟ الاثبات. نيجي لكويستشن 7. question 7 بيقول لي if the cross section area of the big pistons in the hydraulic press is double that of the small piston. يعني عندي الاريا الكبيره بتعادل 2 الاريا الصغيره. قال لي so that the motions of the hydraulic press the motion of the small piston. So the motion of the hydraulic press, the ratio between the volume of the displaced liquid downward in the small piston cylinder to the displacement liquid upward. طبعا يا شباب لو جبنا اي هيدروليك بريس زي مثلا اللي احنا شايفينه قدامنا وده اللي هو ده، طبعا يا جماعه احنا ده كده طلع لفوق حته وده نزل لتحت ايه حته، ماشي؟ فالليكويد اللي ده نزله الفوليوم هنا يا جماعه هو نفس الفوليوم هنا كده، الفوليوم اللي ده نزله هو نفس الفوليوم اللي ده ايه يا شباب طلعوا، فالاثنين في نفس الفوليوم هنا في الحالتين زي بعض. وطبعا ده كنا بناخد مسائل كتير قوي 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 في اليو شيب تيوب، ان عندنا الليكويد بينزل من يمه ويطلع من يمه، فالفوليوم اللي نزله من هنا هو نفس الفوليوم اللي طلعوا من هنا، فلما نيجي نجيب الريشيو بينهم طبعا هتطلع ايه يا جماعه؟ هتطلع 1 اوفر ايه 1. نيجي لكويستشن 8. question 8 بيقول لي يا شباب بيقول لي in the opposite figure قال لي the ratio between the pressure at the big piston to the pressure at the small piston. طبعا اولا انا هاخد البريشر هنا والبريشر هنا، فانا هاخد بوينت هنا واخد بوينت ايه هنا، البوينت ده هسميها 1 وده هسميها 2، فيبقى البريشر ات 1 هيبقى ايكوال البريشر ات 2، فالبريشر ات 1 اللي هي الفورس اوفر الاريا، والبريشر ات 2 اللي هي الفورس بتاع مين؟ اللارج بيستون اللي هي الفورس اوفر، او ممكن نسيبها ده يا شباب اللي هي بي 1، يعني بي 1 هنخليها البي الصغيره ماشي اها، والبي الثانيه اللي هي هتبقى البي هنا كده بس بلس يا شباب الرو جي اتش. طيب هنا عايز الريشيو بين الاثنين، مش هينفع نجيب الريشيو بين اثنين لان في هنا اصلا يا شباب في رو جي اتش، ففي الحاله دي هنقول انها ايه؟ هنقول انها انديترمينابل، يعني انديترمينابل يعني هنقول انها غير قابله للمشاد الناس يعني، ماشي يا شباب؟ ده كويستشن ايه؟ ايه كويستشن 9. طبعا ريشيو بتوين واي 1 واي 2، احنا اتفقنا ان واي 1 بتبقى اكبر من واي 2، يعني معدل الزياده في واي 1 اكبر معدل الزياده في واي 2، فبالتالي الكيرف بيبقى يمه واي 1، ويبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ ايه. نيجي للكويستشن اللي بعده كويستشن 10. كويستشن 10 بيقول لي بقى what is the ratio between the hydraulic piston of the area اللي هو 5/1 the ratio between the pressure at the small pistons to the pressure at the big piston when they are balancing. في حاله البالانسنج يا شباب هنا الريشيو بتوين مين؟ البريشر عند السمول بيستون والبريشر ات ذا بيج بيستون. في حاله البالانسنج اللي هي زي مثلا زي الحاله، طبعا مش الحاله دي، البيستون في حاله البالانسنج اللي هي فين يا شباب؟ في البالانسنج بيبقوا الاثنين قد بعض، يعني بيبقى بالشكل ده كده ده كده، هناخد هنا مثلا ليفل وهنا ايه ليفل، فالاثنين نفس الليفل، فيبقى البريشر هنا نفس البريشر هنا، فالريشيو بينهم هتكون ايه 1 اوفر 1 يا شباب 1. question 11
Question 11, بقول لي the ratio between the radius of the two pistons of the hydraulic press is 5 over 2. ده كده اللي هي ال R capital وده اللي هي ال R small. اللي هي radius بتاع ال big piston وده radius بتاع ال small piston. عايز ال mechanical advantages. طبعا ال mechanical advantage يا شباب اللي هي equal R capital square over R small square. يبقى بالتالي ده 5 square يبقى 25 over ال 4. يبقى 25 over ايه؟ ال 4 اللي هي مين؟ B. نيجي لي question 12. قال لي الميكانيكال ادفانتجز اوف ذا هيدروليك بريس ايكوال 250 ده اللي هي من ايتا. قال لي ذا كروس سكشن اريا اوف ذا سمول بيستون ايكوال ده السمول اريا. قال لي ذا ريديوس اوف ذا بيج بيستون ايكوال يبقى هو عايز مين؟ عايز الار الصغيره. طيب هنجيبها ازاي يا شباب؟ اولا تعالوا ناخد سبيس كده ونجيبها. انا عندي ان الايتا ايكوال الاي اوفر الاي. طيب ال A ده اللي هي عم بخليها باي R سكوير اوفر الاريا. طيب ال ايتا هنا مديها لي اهي بكام؟ ب 20 ايه؟ تعالوا نعوض ب 250 ايكوال الباي هنسيبها زي ما هي في ال R سكوير اوفر طبعا هنسيبها بالسنتيمتر لان كده كده احنا عايزينها بالسنتيمتر اللي هي 2.5. يبقى في الحاله ده يا شباب هقول ان ال R هيبقى ايكوال 250 تايمز 2.5 5 over الباي كل ده تحت الرول ونجيبها بالكالكليتر ونشوفها هتطلع معنا كام. بالكالكليتر يا شباب هتطلع 14.1 سنتيمتر. يبقى 14.1 سنتيمتر يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ A. نيجي للكويشن اللي بعده. بيقول لي الهيدروليك بريس contains a liquid of density R. بيقولي if the pistons that have cross section area اللي هي A ده كده A وده كده جماعة اللي هو 3A. طيب R balanced as in the figure. قال then the value of the mass M on the big pistons is calculated from. أولا هاخد point هنا و point A هنا. وأقول ال pressure هنا equal ال pressure A يا شباب في اليمة التانية. تمام كده يا شباب. فالبريشر في البوينت ده اللي هو مين؟ الفورس اوفر ايه؟ الفورس اوفر الاريا اللي هو ام اوفر طبعا ام جي اوفر ايه يا جماعه؟ اوفر الاريا اللي هي 3A. والبريشر هنا طبعا الناتج عن مين؟ عن الهايت عن الهايت ده اللي هو هيبقى رو في الجي في الاتش. الاثنين طبعا ايكوال يبقى في الحاله دي هقول ان ام جي اوفر 3A هيبقى ايكوال رو في الجي في الاتش. طبعا التلاتة دول هودهم اليمة التانية هشيل الجي مع الجي ودول كده هودهم اليمة التانية هيبقى في الحالة دي ان الام هتبقى ايكوال 3 رو في الاتش في الاي يبقى 3 رو جي اتش يا شباب. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو سي. نيجي لي كويستشن 14. Question 14 يا شباب بيقول لي the opposite figure shows a completely water filled container in state equilibrium by means of three identical pistons each of area اللي هي الاريا بتاعتهم اللي هي A. قال لي that are placed at the three opening هي three opening if identical forces of magnitude F acted on each piston at the same moment. قال لي then يبقى هو عمل بدأ يعمل فورس هنا وفورس هنا وفورس هنا في نفس اللحظة. قال لي then the value of press increased inside the liquid at the center of the container to the additional force. طبعا في الحالة ده شباب هيبقى البريشر كلي هيبقى البريشر بتاع ال1 plus البريشر بتاع 2 plus البريشر بتاع مين؟ 3. يعني البريشر هنا عند لو سمينا ده 1 وسمينا ده 2 وسمينا ايه ده 3 يعني من الاخر يا شباب هيبقى 3AP لان الثلاثه قد بعض. والبريشر ايكوال فورس اوفر اريا يبقى 3 فورس اوفر الاريا يبقى 3 اوفر A. يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ C. نيجي لي كويستشن 15. Question 15, بقول الهيدروليك بريس has a small pistons of cross section area a carrying load of the mass M ماشي and the big pistons of cross section area equal to 10A يبقى ده كده ال A وده كده 10A. قال لي the root of the mass طبعا الاثنين في حالة البالانسنج يبقى البريشر هنا equal pressure هنا يعني البريشر هنا شباب اللي هو الفورس اوفر الاريا اللي هو هيبقى ال F في G over ال A وهنا هيبقى طبعا ده سوري هتبقى الام ده كده اللي هي الام يا شباب مش
مش الاف. انا شلت الاف وحطيت مكانها ام جي، وهنا هيبقى الام جي اوفر 10 ايه يا جماعه؟ 10 ايه. طبعا هنشيل الاي مع الاي والجي مع الجي وكروس مالتيبليكيشن، يبقى الام الكبيره هتبقى ايكوال 10 الام الصغيره، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ البي. نيجي لي كويستشن اللي بعده. كويستشن كام؟ 16. Question 16 بيقول the ratio between the radian piston of the hydraulic press. ده كده الريشو بين الار والار. قال when the two pistons were balanced، يبقى خلي بالنا ان احنا في حاله البالانسد. قال the same horizontal level. قال the force acting on the small pistons equal، يبقى ده الفورس الصغيره. قال given that the acceleration at g. طيب عايز الميكانيكال ادفانتج. اولا الميكانيكال ادفانتج خلتنا لها كذا رول، فممكن اسهل حاجه اجيبها من الار سكوير اوفر الار سكوير. طبعا 5 اوفر 1 سكوير يبقى 25 اوفر ال1، يبقى 25 اوفر 1 يعني ب 25. طيب عايز اللارجست ماس ذات كان بي ليفتد، اللارجست ماس ذات كان بي ليفتد اون ذا بيج اي بيستون. ممكن اخد ده يا جماعه، هقول ان الايتا هيبقى ايكوال الاف اوفر الاف. طيب ما هو الاف ده اللي هي ام جي، وده كده اللي هي مين؟ الاف. تمام كده يا جماعه؟ سهل قوي. تعالوا نعوض بقى الاف هنا الادفانتج اللي هي بكام؟ ب 25. الام ده احنا عايزينها في الجرافيتي، هو مديها لي ب 10 اوفر الاف الصغيره، هو مديها لي بكام؟ 50. اهو 50. هنشيل 0 مع 0، يبقى هنا الماس هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 5 تايمز 25 125 كيلو جرام، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو 125 اللي هو ده. طيب عايز ال distance moved by the small pistons if the big one is moved، يبقى هنا ال big one moved 1 سنتيمتر، يبقى ده y كبيرة اللي هو y2. هجيبها منين يا جماعة؟ من نفس الرول، هقول ان الايتا equal y الصغيرة over y الكبيرة. ده كده بكام؟ ب 25 equal ده y ده اللي احنا عايزينها over ده كام؟ 1 سنتيمتر. cross multiplication يبقى ال y 1 يا جماعة هتبقى ايكوال كام؟ 25 تايمز 1 يعني ب 25 سنتيمتر، يبقى الكوريكت انسر بتاعنا اللي هو مين؟ السي.